كلمتان مع زكي حسنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبيعة عمل رجال الأمن مليانة مخاطر وتعامل مع مجرمين. كثير منهم حول العالم غليظين في التعامل وشديدين مع شعوبهم، وبسبب أخطائهم الكثيرة والحوادث العنصرية نقصت شعبيتهم في الشرق والغرب. لكن ولله الحمد إحنا في مملكتنا الحبيبة صاير العكس، فالكل بيشعر بالفخر الكبير برجال أمننا، انضباط وحسن تعامل وما في تجاوزات ولا عنصرية ولا ظلم على أي أحد، بشهادة مواطنين وحتى أخواننا المقيمين. ولما نفكر في أسباب تميزهم نلقاها كثير، وأهمها فطرة الإنسان السعودي الصالحة وتعاليم ديننا الإسلامي اللي تربينا عليها، وكمان بسبب حرص ولاة أمرنا حفظهم الله على ضرورة تحقيق العدل بين الجميع وعدم التهاون مع أي خطأ، لتوفير الأمن والأمان لكل من يعيش فوق الأرض الطاهرة الطيبة دي المباركة. شكرا لكم رجال الأمن. هذه كلمتين مني أنا زكي حسنين. كنتم مع كلمتين مع زكي حسنين.